وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه كلمة سامية للقاء التشاوري الثامن عشر لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى سي 5، والتي عقدت يوم أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة. بمركز الملك عبد الله الدولي للمؤتمرات بجدة وفيما يلي نص الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم الأخ العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس القمة أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أصحاب الجلالة والفخامة والسمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نود في البدء أن نتوجه لكم جميعا بخالص التهاني بحلول العام الهجري الجديد داعين المولى عز وجل أن يجعله عام خير وسلام ويمن وبركات على شعوب وبلدان الأمتين العربية والإسلامية ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن نبارك للمملكة العربية السعودية الشقيقة النجاح الكبير لموسم الحج الذي تميز بمستواه فائق التنظيم في خدمه حجاج بيت الله الحرام وبالحرص على تقديم كافه اوجه الرعايه والعنايه لاداء شعائر الحج على افضل وجه. كما يطيب لنا ان نتوجه بكثير من الشكر والامتنان لاخينا خادم الحرمين الشريفين والى صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدعوه الكريمه واستضافه اعمال هذا الجمع المبارك بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول اسيا الوسطى بابعاده الاستراتيجيه الطموحه لينطلق هذا التكتل الاقليمي على قاعده صلبه من التقارب الاخوي والتفاهمات السياسيه والتكامل الاقتصادي والتبادل المعرفي والثقافي والشراكات الامنيه والدفاعيه لحفظ امن دوله واستقرارها وبالنظر الى المنجز في سياق ما يجمع دولنا من روابط تاريخيه عميقه وعلاقات تعاون راسخه تاخذ في الاعتبار مجالات التطوير على طريق التنميه والسلام ياتي اجتماعنا ليتوج تلك المساعي الجاده لتقريب الرؤى وتعزيز قاعده المصالح الحيويه المشتركه لحمايه قيمنا الروحيه ومكتسباتنا الحضاريه وبالعمل الجماعي المنظم من اجل نشر ثقافه وممارسات السلام والتسامح واثراء قنوات الحوار بين الاديان والحضارات وتجريم خطابات الكراهيه الدينيه والطائفيه والعنصريه وردع قوى الارهاب المعاديه عبر مكافحه تنظيماتها ومصادر تمويلها وصولا لهدف بناء مجتمع اقليمي قائم على التعايش السلمي والثقة المتبادلة وحفظ سيادة الدول وحقها في نهضة تنموية طويلة الأمد. وجميعنا متفق بأن مفتاح الوصول لنهضة جماعية مستدامة يتطلب منا أن نتخذ تدابير أكثر جدية وفعالية لشراكات شاملة تعزز التضامن الإنساني في مواجهة الأزمات، وتقوي مجالات التنسيق الأمني، لحماية وتأمين حرية الملاحة البحرية لإمدادات النفط والطاقة والتجارة العالمية وحظر أسلحة الدمار الشامل. ونؤكد هنا على أهمية ربط مخرجات الحوار الاستراتيجي والتنسيق السياسي بما يتسق مع السياسات الدولية والالتزامات الأممية وفق أطر وآليات مؤسسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمجالاتها الواسعة وبالتركيز على التبادلات التجاريه والاستثماريه في قطاعات كالطاقه والصحه والتعليم والرياضه والسياحه والتحول الرقمي والامن الغذائي والبيئي. الحضور الكرام عند الاخذ في الاعتبار مقدرات دولنا مجتمعه البشريه منها والماديه الى جانب ما تمتلكه من خبرات عريقه وتجارب ناجحه فان مشاوراتنا هذه تؤسس لشراكه قويه وطموحه ترفع من مستويات التعاون المشترك وتبادر بالحلول السلميه والدبلوماسيه لانهاء الحروب والنزاعات ووقف معاناتها الانسانيه وتقرب من وجهات النظر حول التطورات الاقليميه والدوليه للعمل معا نحو مستقبل اكثر استقرارا واشراقا وستبقى مساله الاسراع في ايجاد حل عادل للقضيه الفلسطينيه ذات اولويه قصوى للوصول الى السلام الدائم والشامل الذي نتطلع له معا بتثبيت حق الشعب الفلسطيني في اقامه دولته المستقله وعاصمتها القدس الشرقيه وفق مبادره السلام العربيه القائمه على حل الدولتين. وفي الختام لا يفوتنا ان نسجل امام جمعكم الطيب عن بالغ تقديرنا واعتزازنا بالمواقف والجهود الاستثنائيه التي تبذلها المملكه العربيه السعوديه الشقيقه لتعزيز التقارب الانساني واستقرار العلاقات بين اطراف الاسره الدوليه، مشيدين بنتائج تلك الجهود المخلصه بمستجداتها الايجابيه لجعل المنطقه نموذجا ملهما وواقعا مشهودا يزخر بكل خير. ويحقق آمالنا لرفعة البشرية ورخائها. مع خالص تمنياتنا لمساعي المملكة بأن يحالفها كل التوفيق والسداد لاستضافة معرض اكسبو 2030 بإذن الله تعالى. كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.